السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا اللي متابعنا. إن شاء الله النهاردة بنكمل معاكم السلسلة بتاعت جوتين. طبعا ده معجون البلوك فيلر بتاع الخارجي. طبعا ادينا الوش الأولاني اللي هو الجوتاشيلد الكالي، عملنا لكم فيديو فيه في الحلقة اللي قبل كده. والنهاردة بعد ما عملنا الصلة الجوتاشيلد معجن بلوك فيلر اللي هو قدامنا ده، طبعا البلوك فيلر ده معجونة محترمة جدا، وبعدين النشرة الفنية بتاعتها يعني حاجة جميلة، وكاتبين فيها كلمتين عجبوني جدا جدا، بيقول لك ايه، ان المواصفات بتاعت بوتين طبعا اللي هو المهندس بتاع اسمها ايه دي، مش عارف نيجيريا ولا ايه، النرويج، من النرويج، اللي هو المهندس المؤسس لشركة جوتين، فهو كاتب لك كلمتين حلوين قوي هنا، بيقول لك ان الشركة غير مسؤولة عن استخدام المنتج بطريقة غير النشرة الواردة. فبقول لك ان اهم حاجة تراجع برجاء مراجعة النشرة الفنية بالكتيب. فعني بيقول لك ان انت اهم حاجة ما تجيش مثلا ايه زي البلاستيكات مثلا ما يبقاش كاتب لك عليها 10% وتيجي انت تحط 40%. وطبعا ده موجود برضو في كل الشركات، ان انت ما تجيش تيجي تحط 40% وترجع تشتكي وتقول ده المنتج بايظ. ما هو عشان كده عامل لك نشرة فنية على اي منتج، بس طبعا مفيش حد من الصناعية بيحاول يقرأ النشرة الفنية دي خالص، فبيشتغل بالاجتهاد، ان هو يجتهد او يسأل واحد صاحبه، الله اعلم صاحبه هل فعلا على دراية ولا هو ما عندوش او كله ايه بيتكلم وخلاص. لكن انت طبعا المهم ان انت تراجع النشرة الفنية. هنا طبعا هم كاتبين النشرة الفنية بالعربي وبالانجليزي، تمام. فبقولك ان المنتج ده يعني ايه جاهز للاستخدام على طول، ما تخفوش بس تقلبه كويس وتشتغل بيه، وطبعا ان هو بيستحمل اقصى درجات الاقصى العوامل الجوية. يعني كده يا جماعة احنا قلبناها اهوت. طبعا احنا قلنا البلوك فيلر بيمتاز بانه هو بيسد المسام، المعجونة بتخسش، ما حطناش اي اضافات ولا في مية ولا في اي حاجة، بتشتغل منها زي ما هي كده. طبعا احنا عندنا هنا البلكونات ديت معرضة لاقصى درجات الحرارة، الشمس هنا مثلا بتبتدي من اول الظهر لحد العصر مثلا، ففترة القيلولة كلها اللي هي من مثلا من 12 لحد 3 او 4 العصر دي طبعا بتبقى اقصى فترة فيها درجة الحرارة بتكون عالية. فقلنا طبعا الافضل ليها ان احنا نعملها دهانات خارجي من جوتين. بدأنا طبعا بجوتاشيلد الكالي، ودلوقتي هنشتغل بلوك فيلر عليها عشان خاطر طبعا ما يجيش مثلا بعد سنة او اتنين ان انت تلاقي في اي مشاكل تقابلك او تحصل قدامك. دلوقتي يا جماعات هنبدأ في الجدران. يا محمود عامل ايه المعجون؟ ولا لسه ما تمشي شوية؟ طبعا يا جماعه ما تفرقش في السحب عن معجون الستوك، بس هتفرق لما تنشف، هنشوفها لما تنشف هي هتخس ولا هتفضل زي ما هي ولا لا. الستوك طبعا بتخس شويه بس ما بتفلقش، ما بتنطرش وما فيش اي حاجه فيها تقع. هي كده شغاله اهي زي الفل، طبعا المحاره خشنه، فاللي انا شايفه كده ان هي بتفرد. الله محمود بتالي بتفرد على الستوك، يعني كف واحد ما شاء الله مشي معاك مسافة، مع ان نفس المحارة جوه كان الكف بيجيب لنا هي دوبك سحبة واحدة طالعة لفوق وتشد اللي جنبها على طول بكف تاني. Thank you.
طبعا الحلوق ديت حلوق زفرة لسه هيركب عليها الموتال، بس احنا برضو ايه هنقفل عليها معجون عشان خاطر برضو ايه تبقى على نضافة. المعجونه يا جماعه هي ما شاء الله جميله، بس تحس طبعا هي فيها في ماده الفيلر، تحس ان هي فيها زي طميله بس مش محببه، يعني هي مش عامله حبايه، لكن هي تحس ان فيها حبايه ناعمه جدا اللي هو ماده الفيلر بتاعتها. طبعا الماده دي بتديها صلابه وتديها مقاومه لعوامل الجو سواء مطر او سواء شمس او كده. احنا شفنا الاستاذ محمود هو شغال، فلازم ان احنا برضه ايه نلمس الخامه بايدينا، ولازم عشان خاطر ان احنا نحكم عليها. بس هي جوتن ما شاء الله او شركه جوتن يعني مش محتاجه حكم، لكن احنا طبعا عايزين لما نكلم الناس عن حاجه تكون حاجه فيها ثقه وتكون مصداقيه عاليه. طبعا الاول بعد الصلاه لازم ان احنا نرشم عشان لو في حبايه رمل عاليه او كده لازم لابد ان انت ترشم، مش معنى انت رشمت وديت صله ان انت ما ترشمش تاني. المعجونة ما شاء الله طرية، يعني اللي انا شايفه كده ان هي ما بتعملش طبقة على المطار، يعني الاسلوب بتعمل طبقة عنها، بس وانت بتسحب تحس بالطرملة بتاعتها تحت الكف، يعني حاجة كده ايه سهلة جدا في السحب، وفعلا معدل الفرد بتاعها عالي. احنا في الاستيكو كان واحد بيسحب كف، كنت باخد كف جنب كف بالمعجون دي ما شاء الله بتفرد قد الاستوك تقريبا مرتين اتنين، يعني لو مثلا على حسب المحاولة طبعا، لو مثلا الجدل هيجيب معانا 50 متر في الاستوك، الجدل ده هيعمل له مثلا حوالي من 80 ل 100 متر. احنا بنقول مثلا بدون مبالغه يعني، والله لو انت شفت الفيديوهات اللي عدت هتشوفه في الساحه كانت بتسخن معجون قد ايه. وعلى فكره لو اشتغلت بيها في الداخلي برضه معجونه ممتازه جدا، بس هي غاليه شويه عن التانيه. بلوك فيلر الجدل بيعمل حوالي 150 جنيه، اما الاستوك بيعملها 120 جنيه او 120، يعني وفرت 30 جنيه. مش فرق كبير يعني خالص. وفي ناس بتحب تشطب الداخلي مش متشلس بس فيها حد. بس انا ما بشجعهاش بصراحه، لان الداخلي هو هم عاملين خرج بيستحمل اقصى درجات الجو، ولكن هو في اللمعه وفي الديزاين بتاعه الشغل الداخلي احسن، زي المذهل، المذهل وايف ده حاجه عاليه جدا فيها. ان شاء الله هيجي فرصه ونعمل لكم فيديوهات المذهل وايف المذهل حياه. النهارده تقفيل الزاويه لازم السكينه لو انا بس احنا كده هيفوت لنا معجون.
طبعا بحب افرد وارجع الم تاني، بحس ان ايه المحاره تكون مصت المعجون شويه. طبعا ممكن نسحب صدر بعد كده بساعتها على طول، بس انا ما بحبش الكلام ده بصراحه. زي البلاستيك كده، لما تيجي تفرد البلاستيك بتبقى تفرد لك مثلا حوالي 60 70 سم كده عادي من السوم كده. انا برضه في المعجون بحب كده تفرد وترجع تمسك كده، تضمن ان المحاره بتاعتك خدت طبقه من المعجون. لو عملت كده وعايز تمشي الشارع على 60 سم هيمشي. البلكونات ولع، بلكونات الشمس قربت بقى. تمام، هتسيبها الشمس هتخبط من دلوقتي ولا حاجة؟ طب ما تسيبهم دلوقتي يا شباب، نجيب اللي فاضل له وخلاص. عادي نستر، بس نعمل الفيديو محمود. تسجل عندك؟ امال ايه؟ طيب استنى بقى. احنا طبعا يا جماعه بيقول الجو حار، يعني ايه نسيب البلكونات دلوقتي؟ واحنا فعلا هنعمل كده يا عم لحد ما الظل يكسر هنا شويه. لكن احنا بس بنعمل الفيديو هنا عشان خاطر ايه الناس اللي عارفه ان احنا شغالين في الخارج برضه بالمعجونه دي. طيب دلوقتي احنا جربنا مع بعض الحته ديت اللي انا شايفه بصراحه من المعجونه، معجونه فوق الخيال اللي هي البلوك فيرا. اولا فردت معايا كتير جدا على الستوك، ما بتشدش معايا زي الستوك، ما بتعملش لحميه عاليه، ما بتخسش. ده اللي انا شايفه قدامي ما شاء الله، يعني شغلها جميل جدا جدا، احسن من الستوك. يعني انت لو عايز تشتغل بقى في الدخل كمان هتشتغل. مع ان خد بالك انت تشوفها في الجدل هي سايله جدا، يعني انت لو شفتها في الجدل ممكن تقول ان هي كده مش هتنفع معانا في شغل، بس هي في الشغل بصراحه ممتازه ممتازه ممتازه. ودي كانت النهارده تجربتنا مع البلوك فيلر، اول سكينه في الخارجي، وطبعا هنسحب منها تاني سكينه وتالت سكينه وهكذا لحد ما نظبط الحيطه بتاعتنا. لو عايز 10 سكاكين بنديها، مفيش مشكله عندنا يعني. المهم ان هي في الاخر تتظبط الظبطه اللي احنا نكون مبسوطين منها، ملناش دعوه بالعميل. وان شاء الله في الدخل باذن الله هتيجي فرص، وان انتم متابعينا وبتشجعونا هنعمل لكم فيديوهات بالدخل بالبلاستيكات في الماستيك والبطاير، وازاي التيب ما ينفتش معاك بعد كده، والطرق الصحيحة في تأسيس الجدار. بس انتوا تتابعوا معانا وخليكم معانا ان شاء الله في الفترة اللي جاية ديت. انا هحاول اكثف فيديوهات على اكبر قدر على اكبر قدر عشان خاطر ايه نفيد الناس كلها، واللي هيتابع يبقى متابع معانا متواصل كل يوم. السلام عليكم.